بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع وياكم ونكمل الفريند فانكشن. تلاحظون الان امامنا عندي كلاس، يعني الكلاس الاول كلاس لابتوب بي برايفت داتا ممبر، البرايس السعر، الشركه، وحجم الهارد مالته، او خلينا نقول هارد كاباسيتي. اوكي، الهارد ديسك طبعا. وعندي كلاس اخر اللي هو الموبايل، هذا بي برايس وبي كومباني وبي رام كبرايفت داتا ممبر، واثنين بين كونستراكتر بارامترايز كونستراكتر حتى اعطيهن القيم الابتدائيه. الان اللي اريد اسوي، اريد اسوي فريند فانكشن. هذا الفريند تقدر توصل للبرايفت الكلاسيان، يعني هي صديق لهذا الكلاس صديق لهذا الكلاس. نفرض انه شخص عندنا يريد يشتري لابتوب ويريد يشتري موبايل، فيطلع مجموع سعر هنا اثنين سوية، مثل ما تعرفون السعر شيء برايفت هنا، فلذلك اما اسوي دالت جيت، انا ما اسوي دالت جيت، اريد اسوي فريند لاثنين كلاس. ببساطة راح اقول له انت توتال برايس السعر الكلي. اوكي، طبعا هاي دالة نون ممبر، اذا راح اضطر ادز له اوبجكت من نوع لابتوب، اقول له اي موبايل بي. اوكي، الان عندي هذا اللابتوب موبايل. قبل ما اجي اسوي فريند، خل اجي انا اسوي اوبجكت من نوع لابتوب، اوبجكت من نوع موبايل بالداله المين اللي عندي. راح اقول له لابتوب، واجي اسوي لابتوب مثلا اسميه ال 1، وادز له اول شيء اسم الشركه مثلا اتش بي، البرايس 650 دولار مثلا، ايضا عندي الهارد ديسك ولنقل 500 جيجا على سبيل المثال. اوكي، واسوي اوبجكت من نوع موبايل ام 1، وراح انطي اسم الشركه ولنقل ابل، السعر مالته ولنقل 500 دولار، وايضا عندي الرام ولنقل 64. اوكي، انطيت هذه المواصفات، طبعا رام او انترنال ميموري، خلي رام خلي 4. اوكي، انطيت هذه المواصفات، انا همشي الفكره، اريد من المستخدم هذا سعره 650 وهذا 50، اريد داله تطلع لي السعر الكلي، وهذين الاثنين عباره عن البرايس هنا برايفت باللابتوب، والبرايس هنا برايفت. فاما أنا اما اسوي جيتر، اقول له جيت برايس وريتيرن برايس بكل داله، او اخلي هذه الداله تصير فريند الاثنين هنا. شلون راح اصير فريند؟ بكل بساطه قلت حتى اسوي فريند راح اجي اخذ هذا الجزء، اخذ من النسخه، اجي داخل كلاس الموبايل باي مكان بالبوبليك، واقول له فريند، واخلي هذا، ما احتاج الى اسامي كائنات، فقط اقول له انا راح ادز لك لابتوب وموبايل، اسم الدالة هذه، وهي عبارة عن فريند لكلاس هذا. اوكي، الان راح تقدر توصل لاي شيء بالموبايل، اي شيء برايفت، لكن نفس الوقت لازم تكون فريند لللابتوب حتى توصل للبرايس الخاص باللابتوب. فلذلك راح اجي اقول له هنا انا فريند، ونفس الشيء الشيء اللي ما احتاجه احذفه. اوكي، الان صارت الدالة فريند. بكل بساطة الآن راح تقدر توصل للمتغيرات البرايفت الخاصة بمن باللابتوب والخاصة بالموبايل. يعني نوضحها من هذا الفكرة، انه الدالة فريند ممكن تكون الى اكثر فريند لاكثر من كلاس. الآن راح اجي اقول له return، رجع لي ال a dot price زائدا ال b dot price. جيد، الان راح اجي فقط اللي علي بقى انه استدعي هذه الداله حتى اشوف تاثيرها. اقول له total price منو ال1 و ام1، انفذ الان. عندي هنا اشكال صار، هنا صارت نفس المشكلة، أنا هنا أرسلت له أوبجكت من نوع موبايل، وأني ما معرف
الموبايل. ولو راح اجي هنا أنا اقول له ايضا كلاس موبايل، شوف تنفع لو لا، وانفذ. شنو الاشكال هنا أنا؟ اكس، ها صارت عندي هنا سيمي كولون. نفذ، شوف وين عندنا ايرورز. string x y z، اكو ناقص قوس على الاكثر. قبل اكس يقول لك اتوقع قوس. ها انا كاتب هنا، أنا كاتب لابتوب وهو الكلاس موبايل. طبعا احيانا اخطاء يعني كارثية تصير. المهم انفذ الان، اني الهدف اوصل الفكرة. نشوف، ننتظر انه اكو اشكال اخر لو لا. تمام، الان طلع لي السعر. طبعا لو تلاحظون احنا بدرس سابق من دروس هذه السلسلة، من طلعت لي المشكلة مال انا هنا مستخدم اوبجكت اسمه موبايل، واني بعد يوم اعرف كلاس موبايل، فاوقات استخدم الشكل التالي كلاس موبايل. هذا كان يمثل لي البروتوتايب اللي عندي، اوكي. فبحيث انه كان ما يعرف الموبايل هنا اعطاني ايرور عالية، لكن من خلال هذا انشال الايرور من عنده. المهم الفكرة اللي نريد نوصلها انه هنا احنا وصلنا الى البرايفت الخاص باكثر من كلاس، وذلك انه وضعنا نفس اسم الداله وسويناها فريند لاكثر من كلاس. لهنا ينتهي هذا الفيديو، تابعونا بالفيديو القادم، اخر فيديو عن الفريند فانكشن ان شاء الله.